لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن عدد أزواج الفنانة ماجدة زكي، وكمان عدد أولادها وأهم المعلومات عنها وسبب انفصالها عن الفنان كمال أبو ريا. بس قبل ما نبدأ الفيديو، من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس بكل الإشعارات، وصلي على سيدنا محمد الصادق الأمين في خانة التعليقات. الفنانة ماجدة زكي اسمها بالكامل ماجدة حسن زكي، واشتهرت فنيا بماجدة زكي، وهي فنانة مصرية ولدت في 12 ديسمبر عام 1958 بجمهورية مصر العربية. حصلت على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية. تنتمي الفنانة المصرية ماجدة زكي إلى عائلة فنية، فهي شقيقة الفنان ونقيب الممثلين المصريين أشرف زكي زوج الفنانة المصرية روجينا، كما أن طليقها ووالد أبنائها هو الفنان كمال أبو ريا. بدأت ماجدة زكي مشوارها الفني في أواخر السبعينات، وبالتحديد في عام 1978، حيث شاركت تدريجيا في أدوار صغيرة، وبعدها حصلت على أدوار البطولة وحققت نجاحات كبيرة. استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة مميزة في عالم الفن، فقد شاركت في أدوار عديدة علقت في أذهان الجمهور، سواء في التلفزيون أو في السينما أو على خشبة المسرح. ومن أبرز الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة ماجدة زكي أحلام الفتى الطائر، ورحلة السيد أبو العلا البشري، وأنا وإنت وبابا في المشمش، وليالي الحلمية، وعائلة الأستاذ شلش، ومن الذي لا يحب فاطمة، وعائلة الحاج متولي، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وكريمة كريمة، وكيت حموات، وقوت القلوب، وهجمة مرتدة. أما عن أعمالها المسرحية فقد شاركت ماجدة زكي في العديد من المسرحيات، أبرزها حزني يا والأباندا. أما سينمائيا فشاركت في أمهات في المنفى، وحب في الزنزانة، والإرهاب، والكباب، وغيرها من الأعمال. تزوجت الفنانة ماجدة زكي من الفنان المصري كمال أبو ريا في عام 1988، وأنجب منها 3 أبناء وهم أحمد وكمال وحبيبة، وانفصل عنها في عام 2014 ولم تتزوج بعده، حيث عاشت للفن ولأبنائها. اسم كمال أبو ريا الحقيقي عبد الرحيم كمال أبو ريا، واشتهر فنيا بكمال أبو ريا. ولد في 23 أكتوبر 1962 في محافظة دمياط، ولقب بنجم الدراما. تخرج كمال زوج ماجدة زكي السابق من معهد الفنون المسرحية عام 1985، وبدأ مشواره الفني عام 1987، حيث شارك في أعمال فنية عديدة. ترك في كل دور بصمة لدى الجمهور، ومن أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها كمال أبو ريا قبضة الهلالي، والصفقة، والسيرة الهلالية، وسوء العصر، ومأمون وشركاه، وأفراح إبليس، وغيرها من الأعمال. انفصلت الفنانة ماجدة زكي عن الفنان كمال أبو ريا بعد زواج استمر لأكثر من 20 عاما، ووصفها كمال أبو ريا بأنه ساعدها كثيرا وساعدته كثيرا، مشيرا إلى انفصاله عنها.
وأنه أثر به نفسيا بسبب بعده عن أولاده لعدم اعتياده على ذلك، موضحا أن العمر يغير الإنسان وطباعه. أما الفنانة مجدة زكي فلا تحب التعليق على أمر انفصالها عن كمال أبو ريا، قائلة إن سبب غيابها عن الأعمال هو عدم تقديم الأدوار الجيدة، وأنها لا تقبل بالدور إلا بعد اقتناعها الكامل به. وكشف الفنان كمال أبو ريا عن كواليس علاقته مع الفنانة مجدة زكي وسبب بيعه لشبكتها في وقت من الأوقات، مؤكدا أنهما كان يحتاجان الأموال، بالإضافة لأن ذوق الشبكة في الأساس كان فلاحي على حد قوله، لكنه أضاف بتأكيده أنه حاول تعويضها فيما بعد حينما تحسنت أمورهما. وأثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج استرجع كمال أبو ريا ذكرياتهما، موضحا أنه انفصل عنها لأنه شعر أنها لم تعد كالسابق، وأنها ليس نفس الشخص الذي تزوجه، على الرغم من أنهما كانا يعيشان قصة رومانسية بدأها من المعهد. وتقدم الفنان كمال أبو ريا بالاعتذار، والاعتذار كان مؤثرا من زوجته السابقة الفنانة مجدة زكي، مؤكدا أنه ارتكب عدة أخطاء أثناء شبابه، ولكنها تحملت المسؤولية وقامت بتربية أبنائهما، وطلب منها ومن أولاده أن يسامحوه بعد أن تركهم لفترة طويلة. وأضاف كمال موجها حديثه لمجدة زكي: أنت ست مكافحة وقوية وربيت أولادنا تربية كويسة، وبعتذر لك لأن غلط وما كنتش بعمل حساب حاجات كتير لأن كنت صغيرا، أتمنى إنك تسامحني وأولادي يسامحوني، والحمد لله أنت خلفتيلي 3 أولاد كلهم على خلق وكتر خيرك. وقال أبو ريا إن في أشياء كثيرة ضايقته من مجدة زكي في فترة زواجهم، وقال ما فيش حد معصوم من الخطأ، بس الزمن بيغير الأحوال والناس، وأنا جيت في وقت حسيت إن مش دي الست اللي اتجوزتها، أنا اتجوزتها وحبيتها لأسباب معينة، لقيت إن ده مش هو اللي أنا اخترته. وعن إمكانية عودته لمجدة زكي مرة أخرى قال: كل شيء جايز، بس هي أصلا موجودة في حياتي لأن أنا طول الوقت بسأل عليهم وبزورهم في البيت، وهي بتتواصل معايا والولاد في وسطينا مبسوطين خالص. وكشف عن سبب عدم زواجه حتى الآن بعد طلاقه من مجدة زكي، وقال خلاص احنا كبرنا وإنه دلوقتي مهتم بتربية أولاده. وكمان الفنانة مجدة زكي رفض الزواج من وقت انفصالها عن كمال أبو ريا ومنشغلة بتربية أولادها، ولسه علاقة الثنائي كويسة وزي الفل. كمان يا جماعة مجدة زكي بتغير على أخوها أشرف زكي جدا جدا، لدرجة إن الفنانة روجينا قالت إنها مقسماني فيه لأنها بتعتبره أخوها وصديقها وحبيبها وهو زي كده، لدرجة إن لو أنا وهي زعلنا من بعض بيغلطني أنا وبيجي مع أخته حتى لو كانت هي اللي غلطانة. ونفس الحكاية مجدة زكي. وبكده يا جماعة نكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، شكرا ليكم على حسن المتابعة، استنونا الفيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.